بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلقينا نبأ وفاة عبد الكريم مشيا، مسير العاقل المسير الممتاز اللي كان من حبش يبان، وكان عاون الاتحاد في الظروف اللي كانت تمر بها، أطفال المليحة والمش مليحة، تعازينا الخالصة لعائلة الاتحاد، عزيزنا الخالصة لعائلة مشيا، عزو نفوسنا، نتمنى له الرحمة والمغفرة إن شاء الله، وربي يرحمه إن شاء الله. تعازي الخالصة لعائلة مشيا، مشيا ربي يرحمه، كان لي الشرف عملت معاه في اتحاد العاصمة، هو اللي نقدر نقول هو اللي جابني للاتحاد، باسكو اللي يسمى هو اللي استقبلني في المكتب تاعه في لا ولايه دالجي. دونك نعرفو بيان، الله يرحمه، قدم الكثير لاتحاد العاصمه، كان ديريجون فيدال لي جامي تسمع، اللي تي تري تري بوزيتيف في العمل تاعو، وكاع اللاعبين كان عندنا une complicité معاه، وين à chaque fois on a des problèmes ولا c'était l'homme اللي كنا نروحو ونشكو له وكان يحلنا المشاكل تاعنا. دونك ربي يرحمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون من اهل الجنة. انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا خويا كريم، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يجعلك من أهل الجنة، الله يجعلك من أهل الجنة، الله يرحمك ويوسع عليك ويجعلك من أهل الجنة. أنت كنت في حياتك إنسان طيب ودرت الخير بزاف، وخاصة ذكاء كأخ كصديق وكمحيب وكمناصر وكمسير لاتحاد العاصمة. أشهد لك أن خدمت الاتحاد، والله يرحمك، الله يرحمك ويوسع عليك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك برحمته الواسعة ويجعلك من أهل الجنة ويغفر لك ويرحمك يا رب العالمين. والصلب والسلم لعائلة مشي. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصلنا خبر وفاة عمي كريم ومشيا، اللي نتمنوا ربي يرحمه إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنوا أيضا الأسرة تاعه يعطي لها الصبر والسلوان إن شاء الله. وما ننساوش ثانيك الفضل اللي أعطاه الاتحاد العاصمة، اللي كرس حياته في اتحاد العاصمة. بلا ما ننسى أيضا الوقفة تاعه ثانيك معي كي كنت صغير في اتحاد العاصمة. نزيد نعاود إن شاء الله، نطلب له الرحمة والمغفرة والتواب إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يجعله من أصحاب الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عبد الكريم مشيا يغادرنا اليوم، المسير الخلوق رحمه الله. عبد الكريم مشيا يغادر فريق اتحاد العاصمة وأصدقائه وعائلته ومحبيه. عبد الكريم مشيا الذي كرس حوالي 40 سنة من حياته في خدمة هذا النادي العريق، نادي الشهداء، نادي اتحاد الجزائر. عبد الكريم مشيا الذي قدم الكثير والكثير في وقت صعب جدا، في أوقات صعبة، في مراحل صعبة من حياة نادي اتحاد العاصمة. عبد الكريم مشيا لم يبخل في فتح الأبواب الإدارية وفي جذب المساهمين وجذب الأموال وإعطاء كل الظروف ليجعل من هذا الفريق فريق اليوم يحسب له ألف حساب. عبد الكريم مشيا يغادرنا في هذا اليوم الحزين، يوم غادرنا فيه الأخ محشريف حناشي. عبد الكريم مشيا يغادرنا بعدما غادرنا منذ سنوات
السيد رشيد المرني والحاج حمو زيد أحمد، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم صبر أهله وذويه. Abdelkrim Michel a été toujours au service de l'USMA depuis des années, depuis les années 90. Abdelkrim Michel n'a pas hésité d'être, malgré sa longue maladie, toujours présent dans les événements les plus importants de l'USMA. Sa dernière présence, c'était lors de la conférence de presse que le PDG de Serpol a organisée lors de l'achat des actions de l'USMA Alger cette année. Malgré qu'il était très fatigué, vraiment très fatigué, il a insisté à être présent ce jour-là. Je pense que l'USMA a perdu aujourd'hui quelqu'un de très valeureux, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a beaucoup aidé et qui ne sera pas oublié de sitôt. Allah yarham salih, Allah yarham jami'a amwatana. وإن شاء الله يشفي مرضانا. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم نقول لكم برك نبتي مع فيك غران بانس موكور على واحد صاحبي كريم ومشى خويا بابا قبلنا معاه تعلمنا عليه كلش وليد لي يسمعو إلا طوندوني بور سو كلوب لي جوار لي ديريجون كاع يشهدوا عليه. الله يرحمك يا عبد الكريم، تاي تان غران مسي، دري غران مسي، الله يرحمك.